اغتنم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاحتفاء بعيد العلم العراقي الفرصة للتذكير بأهمية توفير الخدمات الأساسية التي تديم حياة الأستاذ الجامعي لكي يتفرغ للإبداع العلمي والثقافي. نريد الأستاذ الجامعي هيبته وتقديره العاليين، ولا نرضى بالمساس بمقدراته الحياتية التي تمس كرامته من راتب شهري ومخصصات وتقاعد وما إلى ذلك. بفرح غامر تتحدث جامعة النهرين التي حصلت أغلب جوائز الاحتفال، مما جعلها في المراتب الأولى بين الجامعات العراقية في البحث والإصدارات. جامعة النهرين حازت على المرتبة الأولى بين الجامعات العراقية كأفضل جامعة، وأيضا حازت على جوائز أخرى تخص ثاني مجلة طبية محكمة، مجلة كلية الطب جامعة النهرين، وأيضا أفضل باحث حاز على أعلى معامل H Index للنشر في المجلات العالمية ذات معامل التأثير. الجامعة المستنصرية تمنت حيازة مراتب أعلى في السنوات المقبلة بعد أن حازت على المرتبة السادسة. استطاعت الجامعة المستنصرية أن تحصل الدرجة السادسة على الجامعات العراقية كونها جامعة شاركت بعدد كبير من التدريسيين من الباحثين مراكز البحثية، فنحمد الله ونعتقد أننا السنوات القادمة سنركز الجهود للتقدم أكثر. إعلام وزارة التعليم العالي أشار إلى أهمية الاحتفال وضرورة إدامته سنويا لتذكير المجتمع بأن العلم ما زال حاضرا رغم التحديات. فعالية سنوية تقيمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف إنعاش وتذكير المجتمع بأن العلم ما زال حاضرا شاخصا ومعيارا رغم التحديات التي يشهدها العراقيون. تنافس علمي محلي بمثابة بذرة لشجرة العلم العراقي من أجل إنجازات مستقبلية. رعد الإبراهيمي، الحرة، بغداد.